وهي يا الشكم يبعد شكم وخي عش ميات عام قالوا لها ابو بنات غير روحي بعديها قالوا لها سكيري ما يروحش لدارهم قلع الشيخ قلع قلع ايو مصطفى العلوي عاشو السحر الشكام يقعد شكام وخي عيش ميات عمها قالوا لها ابو بنات وغيرو حيبعدي قالوا لها خبايطي يبدل كونيكتي اسمع جواد شقلت لهم اسمع قالت لهم المهم راجل وماشي شكام كيفكم يا قالت لهم ودوها في رواحكم وحضيو غي خواتاتكم هيا وهذه لك يا محمد بوطرفة هاشي ما قورا قال لي اسمعي للدموز ومرعيني من وطهيت لك صراح قاع المغبنا محي غشي لمهاية وغشي لنقيد وهيا وحنا يا متفاهمين وانتو ما فينا حاضين قالوا لها بونات نكون غيبين قالوا لها شايطين هيبات نكون غيبين اش قالت لهم اش قالت لهم يا قالت لهم المهم راجل وماشي شكام كيفكم يا قالت لهم ودوها في رواحكم وحضيو غي خواتاتكم حي أعطيهم العصير وفي خاطرك يرمي لو تسنقربا صاحبي مليار غاشي سكيرة وغاشي بني يستنسن وبني علاوة العيد الشركة وناس العيون عبد الحق وغاشي غفولة الشاب البشير القرسيفي وعبد المنعم نعيمي هيا وفي النفاق والتدلاق عندكم ديبلوم قالوا لها بونسي وات وغير روحي بعديه قالوا لها سكيري ما يروحش لدارهم اش قالت لهم اش قالت لهم الشيخ يا قالت لهم المهم راجل وماشي برقاك كيفكم يا قلت لهم ودوها في رواحكم وحضيو غي خواتاتكم حيلي ناس تاويرت في طه رشيد الشريف محمد الصغير عياط في خاطرك يا عبد الرزاق يا وار وغشيل سبول كمال الصغير الصاحبي وهيا وحنا في لوتوروت غاديين وانتوما في لابيست جايين قالوا لها بو بنات غير روحي بعدي قالوا لها خبايطي يبات نكون اكطين اش قالت لهم يا قالت لهم المهم راجل وماشي شكام كيفكم يا قالت لهم ودوها في رواحكم وحضيو غي خواتاتكم هيا وحنا
عايشين لبس ومع لبلش بر خزا قالوا لها ابو بنات روحي بعديه قالوا لها ابو سيوات ما يروحش لدارهم يا قلت لهم المهم راجل لا وماشي حطه يكيفكم وقلت لهم خلي واه يعيش حياته وحده وغي خواتاتكم حيا شهم باين ما قالوا لها بنات عيبات مكونيطي قالوا لها بن سيوات عيبات شاطي يا قالت لهم المهم راجل لا وماشي شكان كيفكم يا قالت لهم وديوها فرواحكم وحضي وغي خواتاتكم شكان ما I'll show you.